وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد البحار محمد الجيران رئيس جمعية الصيادين المحترفين أن الدوريات القطرية تعترض مراكب الصيد البحرينية وتعرض حياة البحارة للخطر خلال ممارستهم الصيد. الله يسلمك صيد البحرين حتى تمه وحتى أنت لو بتجيب لك أحد نأخذه وغيره يخاف يروح البحر لأنه يقول لك أنا يولوني بطريقة غير إنسانية، يعني يعاملونك معاملة ولا كأنك انت جار أو أخو أو نسيب أو غيره، فكلنا أهل وغيره، لكن تعامل غير إنساني، يأخذون سجن وغرامة ومحاكمات وغيره وإتلاف السمونة إتلاف السفن الصيد أو القوارب الصيد، وتتم ظل عندهم أشهر وساعات سنوات.